ومتابعة لتطورات الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا في ظل موجة اللجوء المستمرة، ينضم إلينا من معبر سيرات على الحدود الرومانية الأوكرانية مفادنا سيف الدين العامري. سيف، يعني يبدو أن السلطات الرومانية أقرت مبلغا لمساعدة العائلات التي تستقبل لاجئين أوكرانيين. آخر التفاصيل معك اليوم وتطورات هذا اليوم، سيما أنك يعني موجود على معبر سيرات وتشهد موجات مستمرة من اللاجئين الأوكرانيين. صحيح، هذا صحيح، لم تتوقف موجات اللاجئين طبعا منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا. أنا أقف هنا في البوابة الحدودية سيرات، طبعا الحدودية مع أوكرانيا، وكما تفضلت نظرا لعدد اللاجئين المتدفق إلى هنا تقريبا 340 ألف قد دخلوا إلى رومانيا، غادر منهم 260 ألف، ما بقي هنا في رومانيا حوالي بين 85 ألف و 90 ألف لاجئ. اضطرت العائلات إلى أن تحتضن هذه الموجات من اللاجئين، واضطرت الدولة الرومانية أيضا إلى إعطاء مبالغ مالية معينة لهذه العائلات لمساعدتها على التكفل بالأوكرانيين الموجودين هنا في رومانيا. طبعا أنا أقف الآن، ربما أترك السادة المشاهدين، يعني هنا يتجمع اللاجئون عندما بمجرد تجاوزهم للبوابة الحدودية هنا، أين المتطوعون يقومون بطبخ الحساء الساخن والمشروبات الساخنة والشاي طبعا والقهوة والأكل والمواد الغذائية التي تمكن من إعادة الطاقة والدفء لآلاف والمئات يعبرون هذا المعبر سيرات قادمين من أوكرانيا. العديد منهم أو أغلبهم تقريبا يأتي سيرا على الأقدام لمسافات طويلة، هناك لعب حتى للأطفال كي لا يحس الطفل القادم أنه ربما في حرب. طبعا الوضع هنا إنسانيا كما ترون فيه نوع من الاكتظاظ، خاصة وأن درجات الحرارة المتدنية يعني تزيد من صعوبة استقبال اللاجئين. تضرر الأطفال بحالة الطقس، يعني مثلا في الأيام الماضية كانت 9 تحت الصفر، اليوم ارتفعت درجات الحرارة لنصبح الآن في 1 تحت 0 و0، يعني المسألة خطيرة حتى على المستوى الصحي لكبار السن والأطفال القادمين من هناك. الإجراءات الاجتماعية أيضا تستمر في الداخل الروماني هنا طبعا لمحاولة إدماج الأطفال والتلاميذ داخل المنظومة المدرسية لرومانيا. كذلك أكد وزير داخلية فرنسا أمس في زيارته لهذا المعبر أن أوروبا تقف مع اللاجئين الأوكرانيين وتعطيهم امتيازات وحقوق أخرى ربما في الأيام القادمة ستتضح أكثر. شكرا لك على هذه الإيضاحات من الحدود الرومانية الأوكرانية، تحديدا من معبر سيرات، مفادنا سيف الدين العامري.